اخذناك من الفرحه شوي. فوز مهم جدا اليوم، 3 نقاط، نتكلم على الان 19 نقطه لكم. شيء الحمد لله على كل حال، يعني 3 نقاط يعني كانت كويسه تقدمنا بالترتيب. الشوط الاول يعني ما كان كويس لنا صراحه، يعني كنا سيئين جدا، لكن خلال الشوطين يعني تكلم معنا المدرب واجرى بعض التغييرات، الحمد لله شفت يعني الشوط الثاني يعني اخذنا اللي احنا نبغى، يعني 3 نقاط وهذا الاهم. يعني ليش اللي تغير؟ يمكن سالت سؤال محمد الصيعري انه حتى المدرب كان على الدكه زعلان في الشوط الاول، ايش اللي غيركم داخل غرفه الملابس؟ اكيد يعني قال لنا بين الشوطين يعني كانت في اخطاء كثيره بالوسط، يعني قال انكم يعني تفقدون الكرة كثير، حاولوا أنكم تمسكون كرة تعطون أنفسكم ثقة، يعني وهذا اللي صار الشوط الثاني، وربي وفقنا وجبنا 3 نقاط الحمد لله. يمكن لو تسأل المشجع سيناريو ما كان متوقع أنك تكون خسران 1-0 في آخر ربع ساعة و12 دقيقة تقلب النتيجة. أتوقع الدور الأول كانت نفس النتيجة، يعني كانوا متقدمين الفيصلي وفزنا عليهم بأرضنا يعني، والحمد لله يعني بعزيمة الرجال اللي معانا الحمد لله وثقتنا ببعض قدرنا نقلب الطاولة على الفيصلي. يعني كان في تفاعل بعد التعادل. أكيد أكيد. فترة قادمة مهمة جدا في ظل المساهمات الكبيرة اللي قاعد يقدمها الحزم. أكيد يعني الثلاث نقاط هذه كانت بأرض الفيصلي، أكيد أنها الحين أكثر المباريات بأرضنا، فأكيد الجمهور والإدارة أكيد راغبين أننا نجيب الفوز بأرضنا، ويكون يعني ضغط إن شاء الله يكون أنه ضغط إيجابي، يعني بما أننا جبنا 3 نقاط بأرض الفيصلي. ألف مبروك. شكرا. يبارك فيك.